السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا تكملة درس النواة اللي قلنا عليها أهم عضية موجودة في السيتوبلازم اللي شبهناها إمام مزاحم، وأنتم السيتوبلازم الطلاب وجودي أساسي في حياتكم. من هو أني؟ أني النواة، لأنه تعتمدون علي في المبادلات الأيضية اللي تتم بيني وبين السيتوبلازم. إذا وجودي أساسي في حياة الخلية. أجي على أجزاء النواة، جاي سؤال وزاري، أجزاء النواة تعداد اللي هي عبارة عن غلاف نووي أو غشاء نووي، نفس الكلام، بلازم نووي يعني يخص النواة، نوية داخل النواة، وشبكة كروماتينية أو كروماتيدية نفس الكلام، مادة كروماتينية. لو أخذنا رسم الخلية تلاحظون دائما رسمي ما هو دائرة عدلة، أحاول دائما أنطيها حركة روح. وهاي النواة، أول جزء من النواة اللي هو الغلاف النووي، هذا الغلاف النووي المزدوج ثنائي الطبقة مثقبة، وهاي الثقوب اختياري النفوذية نصف ناضح، يسمح بتبادل المواد بين النواة والسيتوبلازم. إذن هذا أول جزء، غشاء أو غلاف نووي يحيط بمحتويات موقع، يحيط بالنواة، ثنائي الطبقة ميستة مزدوج مثقب نصف ناضح اختياري النفوذية، عنده خاصية فيزيائية كيميائية يسمح بتبادل المواد من خلال هاي الثقوب بين النواة والسيتوبلازم. ثاني جزء، بلازم نووي، بلازم نووي، بلازم نووي سائل هلامي عديم اللون يملأ النواة، وظيفته يحتوي على المحتويات النووية نوية وشبكة كروماتينية. ثالث جزء، نوية وشبكة كروماتينية، شبكة كروماتينية. هذول الأربعة نسميهم أجزاء نواة، أجزاء النواة من الخارج إلى الداخل. خلنا نأخذ جزء جزء نتعرف عليه. نبدي بهذا الجزء الأول اللي هو الغلاف أو الغشاء النووي ثنائي الطبقة المزدوج المثقب ذو خاصية اختيارية نفوذية، أي يسمح بتبادل المواد بين الخلية، بين النواة والسيتوبلازم. الغشاء أو الغلاف النووي رح ناخذه المرة بصيغة أسئلة. موقع يحد النواة يعني يحيط بالنواة. انطوني ميزة إليه، مزدوج ثنائي الطبقة مثقب دا تغزل بيه، وعنده خاصية اختيارية نفوذية عن طريق الخواص الفيزيائية والكيميائية لح يتحكم بدخول المواد، له خاصية فيزيائية. ما نعرف شلون تنفتح الثقوب هذه تسمح بدخول المواد، إذن هناك خاصية فيزيائية كيميائية تتحكم بدخول المواد إلى داخل النواة وخروجها. أهميته يسمح بتبادل المواد بين الخلية ومحيطها. طبعا هذا الغلاف موجود في الخلايا حقيقية النواة، لأنه بداية النواة ما عندها غلاف نووي، يوجد في الخلايا حقيقية النواة ولا يوجد في الخلايا بدائية النواة، لأن ما عدا هذا الغلاف. هذا أول جزء أخذناه بالنسبة للغشاء البلازمي، عفوا النووي. زين ست، إجانا تعريف وأنت ما كاتبة لنا التعريف. لا أنا كاتبة التعريف سويت عليها الأسئلة. هذول تجمعوها أيضا يطلع تعريف.
حلو اذا اني احفظه بشكل نقاط مخي، موقع واهميه وتركيب ميزه. اجي على الجزء الثاني اللي هو البلازم النووي، راح ناخذه هنا بهالجهه البلازم النووي، ناخذ لون ثاني. والله انطيته لون ثاني. البلازم النووي راح اعرفه سائل هلامي، جاي وزاري متكرر هوايه، عديم اللون يملأ النواة. هذا موقع اهميته يحتوي على، دا كمل التعريف وانطيته بطريقه اهميته، يحتوي على المحتويات النوويه. جايه وزاري شنو هي المحتويات النوويه؟ نويه وشبكه كروماتينيه، جايه فراغات وزاري، نويه وشبكه كروماتينيه. عرف البلازم النووي سائل هلامي عديم اللون يملأ النواة، يحتوي على المحتويات النووية. من هي المحتويات النووية؟ نوية وشبكة كروماتينية. زين نجي على النوية. النوية عضية كبيرة داخل النواة، شكلها كروي مميز داخل النواة. معظم الخلايا في نواتها شعدها نوية واحدة فقط، حفظوها. والبعض أربع نويات، مثلا خلايا البصل جاية وزاري، هم تحتاجون بعد نجيب لكم ملازم ومكتوبة وزاريات. عمي ليش هالتعب ماما؟ ليش هالتعب؟ ليش هالعذاب النفسي؟ كل واحد خاله صفطة مال ملازم كافي، ما اكو طلاب قروا على الكتاب فقط، عايشين بالارياف بس على الكتب، بس على الكتب، لا ملازم ولا فيديوهات ولا كل شيء. هسه هنا المادة عندكم كاملة. نجي على الجزء الرابع، عفوا ما دام كمل النوية. تتركب كيميائيا من ايش؟ تتركب النوية كيميائيا من بروتين وار ان اي، مهم ووزاري. زين شنو وظيفة النوية؟ وظيفتها تكوين الرايبوسومات. زين الرايبوسومات سوت لي اياها النوية. زين الرايبوسومات شو تسوي لي؟ تكون البروتين. الله جد حلو. خلصنا ثلاث اجزاء من النواة، راح اخذ الجزء الاعمق والاهم اللي هو ابو الكروموسومات، منشئ الكروموسومات. من هي الشبكة الكروماتينية؟ هخلي لكم الشاشة شوية حتى خافوا يعجبكم تصوروها او تنقلوها، وحمسحها واكتب ال وياي الشبكة الكروماتينية. الشبكة الكروماتينية، الشبكة الكروماتينية. طبعا انا احب اللون الاصفر ودائما يجيبوا لي هدايا ورد لونه اصفر، معظم طلابي يعرفون اني شحب فاستخدم الاصفر هواية. الشبكة الكروماتينية بداخل الخلية داخل النواة اكو شبكة كروماتينية. انا اشبهها دائما لطلابي مثل هذا المكان اللي احنا قاعد، بيتكم، بيتكم كله هو خلية، والغرفة مالتكم نواة، الصف هذا نواة من ضمن هذا البناء كله، الغرفة جدرانها غلاف نووي، الغرفة جدرانها الغلاف النووي، والأرضية مالت الغرفة بلازم نووي، والرحلات النوية، وانتو يا طلاب شبكة كروماتينية. لما احنا المدرسين خارج الصف انتو صايرين لحم، صايرين لحم شبكة كروماتينية. اوسة انتو شبكة كروماتينية بشكل تراكيب
خيطية غير منتظمة، كوكلة مال خيوط وصايرة خبصة بيها. لما تيجي ستيمان او اي مدرس تقعدون عقال اثنين اثنين، صح؟ اعترفوا لو صرتوا ما تسمعون كلام كبرتوا جماعة السادس. لا تنتظمون تراكيب خيطية غير منتظمة، تنتظم بشكل خيوط منتظمة تصير شوكت أثناء انقسام الخلايا. انقسام الخلايا المدرسين لما يجون تنتظمون يصيرون خيوط منتظمة أثناء انقسام الخلايا. على الأغلب يصير شكلكم، على الأغلب يصير شكلكم عصاوي مثل العصا. على الأغلب شكلها عصاوي. تدعى تدعى الكروموسومات. عرف الكروموسومات، هي شبكة كروماتينية بشكل خيطية غير منتظمة، تنتظم بشكل خيوط منتظمة أثناء انقسام الخلايا. على الأغلب شكلها عصوي. تحمل الجينات، تحمل شنو؟ الجينات أو شو أسميها؟ المورثات، اللي هي مسؤولة، دا أعرف المورثات الجينات، مسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. ستجانا تعريف الجينات والمورثات، ولها أهمية أيضا هذه، ولها أهمية أيضا في الوراثة والتكاثر التباين الطفرات. أعدادها أعدادها تختلف باختلاف الخلايا. خلية الإنسان أعداد كروموسوماتها 46، خلية الحصان 64، الحمامة 80، الضفدع 26، سكارس 2، فراشة إسبانية 380. إذن أعدادها تختلف باختلاف الخلايا، لكن هي بالنوع الواحد عددها ثابت. بالإنسان بالكائنات الحية عفوا، مو بس الإنسان، أنا ليش دا أحدد بس الإنسان؟ ابتعدي عن الأصفر شوية. الخلايا أنا يعني عندي نوعين، إذا قال لي الخلايا بالجسم، الخلايا في الجسم، لأن إحنا أخذنا بداية الفصل الخلايا حسب تركيبها تقسم إلى قسمين، بداية النواة حقيقة النواة. لكن إذا جاني سؤال الخلايا في الجسم، الله شلون سؤال، وانتم رأسا ياهو من عندهم سديتشي أنواع الخلايا حسب تركيبها بدائية وحقيقية. لكن الجسم الواحد بنوع من الخلايا، خلايا في الجسم نوعين، واحد جسمية أو عليها جسدية، اثنين جنسية أو لها اسم ثاني جرثومية. سجلوا ملاحظاتكم حتى آخذ أعداد الكروموسومات بالخلايا الجسدية الجسمية وبالخلايا الجنسية لأهميتها. أكو طلاب هنا يفتقرون إلى هاي المعلومة، جسمي آني بخلايا جسدية، كل خلايا جسمي جسدية، أما التي تنتج من قبل الخلايا الجنسية والخلايا أو عليها جرثومية تتنصف من القسم الاختزالي وتصبح نصف العدد. الخلايا الجسدية عددها كامل، يعني أنا إذا إنسان كل خلية عندي عددها كامل 46 كروموسوم بالخلايا الجسدية أو أسميها الجسمية، جسدية جسمية. أما الخلايا الجنسية اللي تنتج لها البيوض والنطاف، تنتج لها شنو البيوض والنطاف؟ تنتج لها الخصى والمبايض، تنتج لي نطاف الخصى والأنثى مبايض، تنتج لي بيوض نصف العدد. يعني إذا 46 صار 23 كروموسوم. نجي على أعداد الكروموسومات، أعداد الكروموسومات، أعداد الكروموسومات، ست رديئة بالخلايا الجسدية،
او نصيح لها الجسميه لو ترديها اعداد الكروموسومات بالخلايا الجنسيه او نصيح لها الجرثوميه. تكتبيها الاثنين خلينا نتعلم من عندك، ليش لا؟ اما حرجع على اصفار. واحد، الانسان الخليه الجسديه مالته عنده 46 كروموسوم، اما الخلايا الجنسيه بالانسان نصف العدد 23 كروموسوم، نصف العدد. زين، الحصان بالخلايا الجسميه عنده 64 كروموسوم، اما بالخلايا الجنسيه عنده 32 نص العدد كروموسوم. الحمامه عنده 80 كروموسوم، اما الجنسيه 40 نصف العدد كروموسوم. الضفدع بالخليه الجسديه مالته عنده 26 كروموسوم، بالخليه الجنسيه عنده 23 كروموسوم. شنو 23؟ 13. ليش ما صححوا لي 13 كروموسوم؟ فراشه الاسبانيه عندها 380 كروموسوم، بالخلايا الجنسيه 190 كروموسوم. واخيرا دودة السكارس عندها 2 كروموسوم فقط بالخلايا الجسدية، إذا الجنسية كروموسوم واحد فقط. أطوال الكروموسومات تتراوح بين، ناخذ غير لون، أذين عيونكم بالأصفر خطية ما يخالف تحملوني، ناخذ لكم هذا اللون. أطوال والله خطباعه، بس شو اسوي؟ بس زايد الي الاصفر، خلينا ناخذ هذا اللون. اطوال الكروموسومات تتراوح بين 0.2 الى 50 مايكرومتر. اما اطوال الكروموسومات في الانسان، هاي حفظوها فراغات وزاري، تتراوح بين 4 الى 6 مايكرومتر. الكروموسومات مهمه اثناء انقسام الخلايا، يعني الخليه الوحده اذا عندها 46 كروموسوم بالانسان، صار عندنا خدش، صار عندنا جرح، صار عندنا قطع، حتى تسد المكان، حتى تلتئم لازم تنقسم وتغلق الجرح مثلا، فلازم تضاعف اعدادها، فالوحده تصير 2، وترجع تسوي لي هنا 46 ب46 بآليه حنشرح لكم اياها ان شاء الله بالدروس الجايه. خلصنا الكروموسومات، رح ننتقل الى موضوع جدا مهم، نشاطات الخليه. نشاطات الخليه أنا عندي نشاطين، واحد عبور المواد عبر الأغشية، اثنين الأيض الأخلوي. السنوات اللي مضت كان فقط عندنا نشاطات الخلية اللي هو عبور المواد عبر الأغشية فقط. سنة 2023-24 رجع النشاط الثاني اللي هو الأيض الخلوي، يعتبر من المواضيع المهمة جدا جدا، انتبهوا علي. بداية جديدة، سؤال فراغات وزاري جاية، عدد نشاطات الخلية. كم نشاط؟ 6 نشاطين. 1 عبور المواد عبر الأغشية، 2 الأيض الخلوي. يعني شنو عبور المواد عبر الأغشية؟ هناك آلية تتحكم بدخول المواد من الخلية وإلى الخلية، ويتم بطرق كثيرة. طرق كثيرة، واحد الانتشار،
النفوذية، التناضح، النقل الفعال، البلعمة اللي هي الأكل الخلوي، وكنوع آخر من بلعمة اللي هو الشرب الخلوي، وأخيرا الإخراج الخلوي. عبور المواد عبر الأغشية، هناك آلية اللي يتحدد بموجبها عبور المواد عبر الأغشية هي من العمليات الخلوية الأساسية، الخلوية الأساسية التي يتم بموجبها تنظيم دخول مواد كالماء أو خروج مواد إخراجية. هنا حيث التحكم بعمل الخلية يتم من خلاله، ورح ناخذ أول وحدة من هاي العمليات الخلوية الأساسية هو الانتشار. الانتشار، الانتشار، انتشروا، حركة جزيئات الأيونات أو الجزيئات. الأيون أصغر جزء في المادة، والجزيئات الأكبر، مواد تجتمع تسوي الجزيئات. حركة الأيونات أو الجزيئات خلال وسط معين، مهمة هاي العبارة، من مناطق تركيزها عالي، من مناطق تركيزها عالي إلى مناطق تركيزها واطئ. هذا التعريف نصه موجود بالكتاب، عليه أمثلة. الأمثلة الموجودة عليها: واحد، غازات، اثنين، مواد قابلة للذوبان في الدهون، ثلاثة، مواد يمكن رؤيتها بالعين المجردة. حفظوا هاي المواد، جدا مهمة. الأمثلة، قد يطلب من عندك تعطيني أمثلة غازات أو مواد قابلة للذوبان في الدهون أو مواد يمكن رؤيتها بالعين المجردة. من هي الغازات؟ الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. هاي المادة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. الغازات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. من هي المواد القابلة للذوبان في الدهون؟ تذوب وتمر عبر الأغشية الدهنية: هيدروكربونات وكحولات. حفظوها. إذا إجاني تعليل علل. يمكن للكحولات أن تعبر من خلال الأغشية الحية، الحية. الجواب: لأنها مواد قابلة للذوبان بالدهون. ونفس الشيء ينطبق على الهيدروكربونات اللي سألتكم، مواد قابلة للذوبان في الدهون. زين، خلصنا مواد قابلة للذوبان بالدهون،
وخلصنا المواد اللي يمكن رأيتها بالعين المجردة. زين، الموضوع الأخير اللي هو مواد يمكن رأيتها بالعين المجردة، هاي لا يمكن وهاي بالدهون وهذه يمكن رأيتها بالعين المجردة. عفوا شوية حتى تبعول حتى أنتقل إلى آخر جزء من هذا الموضوع. من إذا نقطع لأنه لازم نكمله بقت حيثية صغيرونة. آخر جزء هي المواد التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تنتشر وأقدر أشوفها بعين المجردة. أقول له لو أخذت حوض زجاجي، شرط الشروط، أكو ناس مو فاهمين التجربة عبالي بكيفه، الشروط حوض زجاجي. ليش؟ ليش زجاجي؟ إن هي التجربة شو تقول لي؟ أشوفها بعين المجردة، إذا ضروري أستخدم عبارة حوض زجاجي وأضع فيه ماء. ثاني شرط ماء، ثالث شرط ماء أصفر، ثالثا أستخدم برمنجنات البوتاسيوم أو كبريتات النحاس، أضع هاي المادة في داخل الماء، أضعها في هاي المنطقة، هاي البرمنجنات البوتاسيوم، ألاحظ انتشار هاي المادة يقل عبر المسافات البعيدة، يقل انتشاره عبر المسافات القصيرة، لكن إذا تركت للزمن وزيدت الزمن رح يبدي ينتشر إلى مسافات أبعد، إذن بدأ ينتشر عند زيادة الزمن إلى أن ينتشر إلى أبعد مسافات. إذن يصل إلى المسافات البعيدة بسبب الزمن. عفوا. إذن يزداد معدل انتشار المادة بزيادة الزمن. إذن الزمن يتناسب تناسب طردي مع المسافة، كلما زاد الزمن زاد معدل انتشار المادة عبر المسافات البعيدة. هذه تجربة الانتشار طلاب، مثل ما شرحتها لكم وجزئتها جزء جزء، عبر المسافات البعيدة يقل، لكن إذا زيدت الزمن زاد معدل الانتشار إلى أن ينتشر إلى مسافات بعيدة. تأكدنا أنه هناك عامل اسمه الزمن، الزمن تناسب طردي مع المسافة، كلما زاد الزمن زاد معدل انتشار المادة. أوقف لهنا المحاضرة وإن شاء الله نكمل بمحاضرة أخرى بقية الطرق في انتشار المواد. الدرس الجاي إن شاء الله نأخذ النفوذية. مع السلامة.